السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده طلعت نهى العمروسي، نهى العمروسي مع في أحد البرامج، وهي لابسة لبس غريب، ولابسة حتى حلق حتى في مناخيرها، في مناخيرها، ولبسها غريب وشكلها غريب. والمذيعة بتوجه لها بعض الأسئلة، وبتقول لها إيه رأيك في الحجاب؟ في الحجاب؟ قالت لها أنا مش معترفة بالحجاب، والحجاب دوت مش من الإسلام. قالت لها بس ده الحجاب ده فرض. قالت لها لأ، عمر ما كان الحجاب، عمر ما كان فرض. والحجاب دوت اللي اتكلم فيه ونشره الإخوان المسلمين عشان يهبوا يخبوا هوية الشخص، لأن الشخص بيتبنى هويته من شعره. فكان رد المذيعة إن تقول لها لأ بس الحجاب، الحجاب فرض، والإسلام يعني حس المرأة المسلمة إنها لازم تلبس الحجاب، لازم تلبس الحجاب. فأنت بعد كده مش مقتنعة بلبس الحجاب؟ قالت لها لأ طبعا مش مقتنعة، ومش هلبسه ولا عمري هلبسه، ولا خلي بنت ولا خلي حد، يعني لان انا مش مقتنعه بالحجاب، والحجاب دوت مش من الدين، واللي شاربي الاخوان المسلمين. طب دلوقتي المذيعه، الخطا اللي حصل ان المذيعه بتسال السؤال غير المناسب للشخصيه، غير المناسبه، يعني السؤال غير مناسب للشخصية ديت، إن الشخصية ديت إيه اللي عرفها بالإسلام وعرفها بتعاليمه. المفروض الأسئلة الدينية، الأسئلة الدينية تكون في برامج دينية، في برامج متخصصة بالدين، في ناس يكونوا بيفهموا في الدين وتعاليم الدين، ويكونوا ناس خريج أزهر أو مشايخ عندهم خبرة، عندهم خبرة في بـ 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 بالنواحي الدينية. مش أجيب واحدة ممثلة أو رقاصة وأسألها في الدين. إيه علاقتها هي نهى العمروسي بين الشعر يبان ولا ما يبانش، وبالحجاب، وتصر تقول لك إن أنا عمري ما هتحجب، ولا عمري، لأن أنا مش مقتنعة بالحجاب، والحجاب ده ليس فرض، ليس فرض. يبقى انا دلوقتي لما يكون في بنات صغيرين، بنات شباب بيتفرجوا على هذه البرامج، بيلاقوا ان في واحده ان ممثله كبيره ومعروفه بتصر على ان الحجاب مش فرض، وان هي مش هتتحجب، وان الحجاب دوت مش من الاسلام، مش من الاسلام. ليه انا اتكلم في كلام زي دوت مع واحدة ممثلة أو رقاصة؟ الممثلة أو الرقاصة بيكون مجال الأسئلة بتاعتها إيه الأفلام اللي أنت بتعمليها، إيه الحفلات اللي أنت حضرتيها، إيه الجديد، إيه الجديد اللي أنت يعني هتقدميه، وإيه اللي بيفيد المجتمع في إيه، وإيه الأعمال اللي أنت خدت عنها جوائز، أو اللي أنت قدمتيها، اللي انت قدمتيها، على اساس انها يناقشوا الاعمال اللي هي قدمتها، وايه الغلطات اللي هي يعني الحاجات الخطا اللي هي ممكن تعملها او ممكن تتلاشاها في الاعمال اللي بعد كده. لكن ما جيش عند واحده رقاصه واقول لها انت الحجاب فرض ولا مش فرض. طبعا هي ما عندهاش اي خلفيه، ما عندهاش اي معلومات، هي مش دارسه، وبرده هي برده يعني في الحديث قالت انا ما اقدرش افتي في النواحي الدينيه، لان يعني ما نشترسه في الدين قوي، لازم اللي يكون بيتكلم في الكلام ده يكون واحد دارس، واحد يكون خريج ازهر، واحد يكون بيفهم في الدين ويقول ايه الصح، يقول ايه اذا كان الحجاب فرض. الحجاب هو فعلا الحجاب فرض، لكن هي لا لم تصل، ما وصلتلهاش المعلومه ديت، او فيش حد من المشايخ او الدروس الدينيه قدرت يعني تتناقش معاها وتثبت لها ان من الايات القرانيه. طبعا المذيعه ما هيش دارسه،
مش دارسه، مش دارسه دين، وما رضيتش تفتي، ما رضيتش تتكلم فيه. انا واحد دينيه، قالت انا ما فهمش في، يعني مش دارسه في الدين قوي. فهي برضو بتناقشها وبتقول لها اثبتي لي، اثبتي لي الحجاب، ان الحجاب فرض. فقالت لها انا مش دارسه في الدين، لما انت مش دارسه في الدين يبقى ما تساليش السؤال من اوله، عشان اللي بيسال سؤال لازم احتمال الاجابه تكون صحيحه او تكون خطا. صحيحه يبقى هو اثبت صحه كلامه، اما الاجابه الخطا هيقول لك طب اثبتي لي الصح، وانت ما انتش دارسه دين، يبقى هتثبتي لها الصح ازاي؟ تثبتي لها الصح ازاي؟ يبقى لازم يبقى السؤال المناسب في المكان المناسب للشخص المناسب. يجب ان احنا نتحرى الدقه في المواضيع بتاعتنا، وفي ونكون محضرين في البرامج بتاعتنا كل للسؤال، الاسئله اللي احنا بنقدمها دي للناس اللي احنا مستضيفينهم، بحيث ان احنا نقدر نجري الحديث ونعمل ونواجه انها هي ذات نفسها بتقول لك ايه، اثبتي لي الكلام ده، اثبتي لي. فطبعا المذيعه ما قدرتش تثبت لها لانها ما هيش دارسه. فيجب ان احنا ما نسالش السؤال الا في السؤال المناسب للشخص المناسب، حتى نقدر نستفيد منه او ناخد منه رد مقنع يفيد المشاهدين. لكن كده انت دلوقتي المشاهدين، لو خصوصا ما يكون مشاهدين من البنات اللي هم الشباب الصغيرين يسمعوا هذا الحديث، فهم ما استفادوش بحاجه، بل بالعكس هم زادهم غموض، وزادهم وهم بيتلككوا، هم البنات الشباب الجديد بيتلككوا لاي سبب عشان يقلعوا الحجاب ويمشوا بشعرهم ويمشوا بالزينه بتاعتهم. فمن احنا ما نشجعهمش على الكلام دوت، نشجعهمش على الكلام، لان الكلام دوت بيشجعهم انهم يجي حد يكلمهم يستندوا يقول لك ما فلانه الفلانيه قلع الحجاب وبتقول ان الحجاب مش فرض، الحجاب ما قماش. فانا ما اديش الفرصه للشباب اللي هو ايمانه مذبذب ان هو يتركن على مثل هذه الاحاديث. فيجب ان يكون السؤال الصح للشخص الصح في الوقت الصح، عشان حتى يكون قدوه للانسان لما يتفرج على برنامج بيستفيد منه، مش يزداد غموض ويزداد الحاد، وممكن يخرج عن ان كان البنت محجبه تستند للكلام دوت وتقلع الحجاب، تقول لك ما هي نهى العمروسي ممثلة كبيرة وكده وبتقول إن الحجاب مش فرض، وياخدوا منها المعلومة. فيجب إن يكون المعلومة الصح تخرج من الشخص الصح ومن الشخص اللي دارس، حتى يستفيد المشاهدين وتعم الفايدة على المجتمع. لكن مش المهم إن أنا أعمل برامج وخلاص، البرنامج إذا كانش ليه فايدة يبقى كله ضرر، وكله ضرر للمشاهدين بحيث ان هم ما يستفيدوش منه ويزدادوا يعني عدم ايمان وعدم فهم للدين والمبادئ الدين اللي المفروض ان احنا نسهل لهم المعلومه ونسهل لهم، ويكون في حد موجود، حد دارس في النواحي الدينيه، بحيث يواجه اي اسئله تكون خاصه في هذه المواضيع، ويفتح المواضيع ويسهلها للشباب، بحيث ان هي بتسال بتقول لك الحجاب فرض ولا الحجاب مش فرض، يبقى في حد تاني يثبت لها ان الحجاب فرض من آيات القرآنية، ويشرح لها كده فيستفيد، من هي تستفيد والمشاهد يستفيد، ويكون البرنامج عايد بالفايدة على المشاهدين وعلى المجتمع، وتكون هي حتى ذات نفسها استفادت، بحيث انها يكون الهداية على في الهداية على انها بتوضح انها مش فاهمة الدين صح، مش فاهمة تعاليم الدين،
يجب أن يكون في واحد متخصص في الدين يشرح الدين ويشرح المبادئ الدينية ويشرح الآيات القرآنية حتى تعم الفايدة على الشباب من السيدات ومعرفتهم بدينهم ومعرفتهم بتعاليم الدين. ربنا يوفقنا جميعا وفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويبعد عنا اي غموض، لان دلوقتي يقول لك الدين الجديد، الدين الجديد هم عايزين يقول لك بنبسط الدين، في تبسط الدين بس في حاجات اساسيات، اساسيات لا يمكن لا يمكن تغييرها ولا يمكن تغييرها لا يمكن تغييرها لنا، دي أساسيات الدين. الحجاب، الحجاب فرض على كل مسلمة وكل على كل مسلمة إنها تلبس الحجاب حتى يكتمل إيمانها ويكتمل تدينها ويكتمل إسلامها. ربنا يوفقنا جميعا، وفقنا جميعا للهداية لما هو صواب ولما هو صالح لنا وللمجتمع. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.